الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نحو ما كنا جميعا نصب إليه، ونأمل من نتائج وتوصيات، آملين أن تكون لنا مرجعا ونشترك في قطاعات النفط والغاز والطاقة بشكل عام وتوثيق العلاقات فيما بينهم، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الأخوي البناء الذي ستجنى منه رؤيتهم الخاطبة الأثر الكبير والدور الواضح في إدارة تلك الجلسات وحلقات النقاش. إنه ليس يجوزني كذلك في هذه المناسبة أن أتقدم بفائض الشكر والتقدير دعوتنا لحضور المؤتمر بصفتهم الشخصية أو ممثلين عن مؤسساتهم، وقد كانت دعوتنا لهم وكافة ممثلي وسائد الإعلام العربية المحلية والعربية والأجنبية الذين قاموا بالتغطية الإعلامية 1436 إلى 1 ربيع الأول 1436 هجري الموافق 2179. يسعدها أن تستضيف هذا العام المؤتمر في دورته العاشرة. كما ذكر معاليه أن المؤتمر منظمة والراعية للمؤتمر، وهي منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والصندوق العربي، وتجعل منه منبراً للبحث المفيد ولبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي. اقتراح ووافقنا عليه للتو لأنه فيه تشريف لبلدنا حقيقة. نحن لسنا بلداً منتجاً للوقود الأحفوري، هذا المصطلح الآن يستعمل، ربما هو اعتبار كذلك لما نقوم به في هذا المجال، وهو كذلك فعل طيب لأنه في 2018 إن شاء الله